مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. حلقة جديدة، حلقات خاصة جدا، خاصة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب من جوه المعرض. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين وزي ما وعدناكم أنه يحكى أن هيغطي لكم كل فعاليات المعرض، كل حفلات التوقيع، الندوات، الورش، لقاءاتكم مع كل الكتاب اللي بتحبوهم واللي بتستنوا كتبهم، كمان الأسر المصرية والأسر العربية اللي بتكون موجودة في المعرض طول وقت فعاليات المعرض. حلقة خاصة جدا وحلقة جديدة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، معاكم في يحكى أنّ.